هنكمل النهاردة على تاريخ ألمانيا، نتكلم عن احتلال فرنسا وبلجيكا لألمانيا والتضخم اللي حصل في ألمانيا وانقلاب الحزب النازي على حكومة الفايمر. تعالوا نحكي الحكاية. سنة 1921 حصلت أزمة اقتصادية في ألمانيا. سريعا كده، في حالة الحرب بتحصل حاجة من الاتنين: واحد، يا إما الحكومة بتفرض ضرائب باهظة على الشعب بحيث إن الشعب هو اللي يدفع ثمن الحرب; اتنين، إن الدولة بتستلف من دول تانية وبعدين بتسدد اللي هي أخدته بعد الحرب. في الحرب العالمية الأولى، الإمبراطور ويليام الثاني حاكم ألمانيا استلف تكلفة الحرب من دول تانية على أساس إن هو كان يسددها بعد ما يكسب الحرب، ولكن على عكس المتوقع الثورة قامت وهو تنحى عن العرش وخسر الحرب. فبقى عندهم مشكلة الألمان: واحد، انه في معاهدة فرساي عليهم تعويضات يدفعوها; اتنين، عندهم ديون الحرب لازم يسددوها. سنة 1921 حصلت لندن بايمنت بلان، المطلوب من ألمانيا ان هي تدفع التعويضات دي يا بالعملة الأجنبية يا بالذهب. تكلفة التعويضات دي كام؟ 132 مليار مارك ذهب، ما يعادل 269 مليار دولار أمريكي النهاردة. رقم بيختلف يعني من مصدر للتاني، لكن هو في الرينج ده. تكلفة الحرب العالمية الأولى لوحدها أخدت 92 سنة علشان تتسدد. تجيب منين ألمانيا تجيب منين؟ تطبع في فلوس، تطبع في فلوس، تطبع في فلوس، لحد قيمة العملة عندها ما بدأت تقل وتخسر، لا عارفة تشتري بيها عملة أجنبية ولا ذهب. في 1923 ألمانيا خسعت خالص ومش عارفة تدفع ولا تجيب منين، فوقفت دفع التعويضات. الحلفاء استغربوا، قالوا لها: خير، انت كويسه، فيكي حاجه؟ قلت لهم: والله يا جماعه بقى، يعني انتوا عندكم نظر ويا بخت اللي عنده دم، وانا مش عارفه ادفع لكم منين، يعني المهم ما انا مش عارفه ادفع. قالوا: لا طبعا عندك حق، يعني هتجيب لنا منين؟ قلت لهم: انتوا راضيين يعني؟ لا طبعا احنا راضيين. وخلاص كده، والمانيا اطمنت على الاخر. فرنسا ندهت بلجيكا ودخلت احتلت المانيا. مش المانيا المانيا يعني، احتلت منطقه اسمها رور. اشمعنى بقى منطقه الرور دي؟ علشان هي منطقه صناعيه وفيها مناجم فحم، فاللي هيطلع من المنطقة دي اللي ألمانيا مفروض بتستفاد منه اقتصاديا هم هياخدوه بدل التعويضات. قبل دخول فرنسا وبلجيكا الأراضي الألمانية، كان في مشكلة تانية ألمانيا بتواجهها، إن العمال مضربين أصلا عن العمل في اعتصامات واحتجاجات بسبب إن الحكومة الألمانية مش عارفة تدفع لهم مرتباتهم. يعني مش بس مش عارفة تدفع تعويضات، ده كمان المرتبات مش قادرة تدفعها. نتج عن الاعتصامات والاحتجاجات دي إنه مش بس الحكومة بدأت تدفع لهم مرتباتهم عادي، دي بتدفع لهم الدبل، يعني اليومية الواحدة الدبل بتاعها. ليه؟ لأنه العملة بدأت تنخفض والسلع بدأت ترتفع. ففي هنا مشكلة، علشان يقابلوا ارتفاع السلع دي لازم يدفعوا لهم مرتباتهم بالمرتين. مش بس دي المشكلة، المشكلة ان هم علشان يقدروا يدفعوا المرتب الدبل ده بدأوا يزيدوا من طبع العملة في السوق، طبع العملة في السوق، لحد الأزمة الاقتصادية ما وصلت للذروة. نقرأ المشهد بقى في ألمانيا: ديون، تعويضات، انخفاض عملة، ارتفاع أسعار، الناس مش لاقية تاكل ولا تشرب، وفقر، والدنيا بايظة خالص اقتصاديا، وكمان الحلفاء داخلين يحتلوا ألمانيا. ده مشروع ذبح عند هتلر ده، يعني صبارة بقى وندفن ألمانيا دي، خلاص ملهاش لازمة كده. يعني الآريين اللي كنا بنتكلم عليهم في الفيديو اللي فات كده، يعني دمروا خالص بقى، رصاصة بقى ما بين حواجبهم كده ونخلص منهم خالص. والعملة دي، العملة بتاع فرنسا وبلجيكا دي، هتكون بذرة هتلر هيبتدي بيهم. يعني أول ما يبتدي كده يشوف مين كده اللي يزعله في الأمة اللي هيقومها دي، أول ناس هيبتدي بيهم فرنسا وبلجيكا. ده احلى كومباك تاريخي ممكن تشوفوه، ده منتهى ال come to mama. فاللي حصل من 1922 ل 1923 ده اسمه هايبر انفليشن، اي التضخم. بمنتهى الاختصار، انخفاض قيمة العملة بالمقارنة مع العملات الأجنبية اللي مسيطرة على السوق، فارتفاع الأسعار جدا، والغلو اللي هيحصل ده بينتج عليه طبعا بطالة وفقر وجوع، والناس مش هتعرف تاكل. مثال على ده، في نوفمبر 1923 اللي كان بيعوز يشتري رغيف عيش كان بيدفع فيه 200 مليون مارك، كان بياخد معاه شنطة سفر، ده لو لقى العيش أصلا. قيمة المارك قصاد الدولار الأمريكي الواحد، يعني رقم كده غريب قوي، اطول من نمرة التليفون. 4 تريليون 210 مليار و500 مليون. لو الرقم طويل علينا شوية، يعني هنلاقي انه السنت الامريكي ب 42 مليار مارك الماني. كارثة. طبعا اول حاجة هتلر هيعملها لما يتولى الحكم، هيوقف دفع التعويضات اللي هو في سنة 33 1933. هو بصوا يا جماعة بقى، يعني تعويضات ما بندفعش، غرامات ما بنسددش، واللي عايز حاجة يقول لنا. حد يشوق لحاجة
ايه؟ طبعا الالمان كلهم من كبير صغير متعلم غير متعلم اي حد ماشي لازم يعترض على الموقف، يعني الحال الاقتصادي في جنون، في حاجات لا تعقل تماما. في 26 سبتمبر 1923 رام اخذ قرار ان هو يستقيل من الجيش، ويا صابت يا خابت، يا هيستولوا على الحكم حكومة الفايمر يا كلهم يقعدوا في البيت وبلاها سياسة بقى، وان شاء الله العرق الالماني ده يندثر كده وما يبقالوش وجود خالص. مش الحزب النازي بس هو اللي اخذ موقف وقرر ان هو ينقلب على حكومة الفايمر بسبب سوء الاحوال الاقتصادية. في احزاب قومية انقلبت في سبتمبر، وبعدها الشيوعيين انقلبوا وسيطروا على مقرات حكومية في بعض المناطق الالمانية في اكتوبر، لكن الحزب النازي هو اللي اخذ قرار وعلى عليهم كلهم. اجتمعوا اعضاء الحزب النازي وقعدوا كده مع بعض، وراح هتلر سألهم سؤال، قال لهم هو موسوليني عمل ايه؟ قالوا له انقلب يا ريس. قال لهم طب ما ننقلب، هي في حاجة دي؟ قالوا له لا ما فيش حاجة، يلا بينا كلنا ننقلب. الخطة كانت السيطرة على بافاريا قبل السيطرة على مقرات الحكومة في برلين، وخطف ثلاث رجال في غاية الاهمية، رئيس الوزراء، وزير الدفاع، وزير الداخلية. والحسن حظهم انه التلات رجالة اللي عايزين يخطفوهم دول كده كده هيجتمعوا مع بعض في اجتماع في غاية الاهمية. بالمناسبة رئيس الوزراء اسمه جوستاف فونكا، الراجل ده مهم جدا لانه هو هيتحول الى مرحوم مع الناس اللي جبنا سيرتهم في الفيديو اللي فات زي شتراسر. المسؤولين دول هيجتمعوا فين؟ في بافاريا. عندنا مشكلة دلوقتي، هتلر مش معروف برا ميونخ، الناس ما تعرفوش، يعني هو لو راح كده زعق فيهم وانقلب عليهم هيقولوا له انت مين يا ابني، انت ابن مين، انت ايه اللي جابك هنا، مش عارف يرد عليهم. فكان لازم له حد بقى كده واسطه كده وسلطه يدخل معايا كده يدي له حس. مين ده بقى؟ لورندورف، جبنا سيرته في سلسله الحرب العالميه الاولى، لورندورف، وكمان هيدنبرغ ذكرناه، والده هيستمر معانا وهيفضل معانا لانه هو اللي هيتولى الرئاسه فيما بعد، وهتلر هيكون مستشار بتاع هيدنبرغ. الاجتماع كان في حانه من اشهر الحانات في بافاريا اسمها برجر هوكلا. اللي حصل انه رادوف هاس وجورينج دخلوا كده ب 100 واحد جوه المكان، وب 600 حاطوا المكان، عملوا قلق، دوشه في الحانه، وسعوا، سكتوا، رفعوا الناس، وبعدين هتلر راح داخل وراهم، يعني فردوا له مساحه، راح هتلر داخل مزعق فيهم جامد وراح ضرب له رصاصتين في السقف. دخل هتلر في اوضه مع الثلاث مسؤولين المفروض هم يخطفوهم، قعد معاهم على انفراد، قعد يحكي لهم، قال لهم بصوا يا جماعه احنا هننقلب والاحوال والظروف وحكومه الفايمر وبتاع ها هتنقلبوا معانا. قالوا له لا مش هننقلب. قال لهم طب على بركه الله، وراح خارج قاعد مع الناس بره، قال لهم الناس اللي جوه دول وافقوا على الانقلاب، انتوا كمان هتنقلبوا معانا. الناس اللي بره على حس ان هم يعني اللي جوه دول وافقوا، قالوا له طبعا هننقلب معاك. كل ده لودندورف ما كانش وصل. وصل لودندورف، ايه اللي حصل فيه ايه؟ دخل لهم، ها يا اولاد، طبعا راجل كبير، يعني احنا بنتكلم على الفا حد، رجل عسكري تقيل جدا ما ينفعش يعني حد يعلي عليه. هيا يا اولاد هتعملوا ايه؟ مش هينفع؟ لا هينفع عشان خاطري، يلا ننقلب. طب يرضيك؟ لا يرضيني انا، لازم ننقلب بقى عشان الولاد وعاملين مجهود وكده. طيب اوكي تمام، يعني رفعوهم كده شويه، وبعدين شويه كده، وجوستاف قال له طيب خلاص احنا منقلبين معاك بقى، انا بس عندي مشوار لازم امشي. قال له طب يعني الانقلاب لسه ما حصلش يعني وما خلصش، استنى معانا شويه. قال له والله الولاد وكده ولازم امشي وحاجات كده. فراح لودندورف قال له تمام اوكي اتفضل امشي بقى على تليفونات ولا ايه، انا مش فاهمه. فسمح له ان هو يمشي. جورينج قاعد بره تقل في الشرب هو الناس اللي معاه، فيعني راحت عليهم خالص ان هم يشوفوا الثلاث مسؤولين المفروض يتخطفوا خارجين ماشيين على رجليهم كده تمام جدا، والناس عملت مهيصه وبتضحك بره، والناس مشيت وخرجت وانطلقوا من غير لا خطف ولا اي حاجه. طبعا احنا لازم نسال هو هتلر راح فين، يعني سابهم وكده وراح فين، يعني ده بيعمل ايه وسابوهم كده يمشوا وناس انطلقت، الناس المخطوفه مشي وسابوهم مشيوا. هتلر ساعتها كان بيعمل مكالمات لرام وهيملر بيقول لهم ان هم يتحركوا في اتجاههم للسيطرة على وزارة الدفاع. في الوقت ده انا حضرني كده الفنان عبد الرحمن ابو زهرة في فيلم لاين كينج، وهو عامل شخصية سكار، وهو بيقول انا محاط بشلة متخلفة، نفس بالظبط المشهد بتركب عليهم جدا، انا محاط بشلة متخلفة. الكارت لما استقبل الخبر قال بس الحزب النازي هيتروق، وهتلر كان شايف بالظبط اللي هو داخل عليه سواد. جوستاف اول ما خرج من عند لودندورف ادى اوامر على طول بانه اضربوا في الحزب النازي وما تخلوش، انسفوهم نسف، دول بيعملوا انقلاب، دول كانوا يخطفونا، مش عايزين فيهم حد حي. هتلر اتزنق خلاص بقى، هو في مزنق حاليا. راح قال لهم هو موسوليني عمل ايه؟ موسوليني عمل مارش الى روما، انما الالمان حاجه والطليان حاجه وملك بتاع موسوليني حاجه، وجوستاف كان ناوي على نيه شر يعني. هتلر مشي هو ولودندورف كده انجاجيه مع بعض والرجاله وراهم وماشيين مارش.
البوليس يقول لهم ارجعوا، ما ينفعش، هنضرب بالنار ابدا. هم بقى جامدين، ما هو موسوليني عمل العمله دي، مش هنعمل زيه ليه يعني؟ صغيرين ولا ايه؟ البوليس بدا يضرب بالنار، 16 واحد من الحزب النازي يقعوا موت، اتقتلوا. وشعرايه ما بين هتلر ورصاصه كانت ممكن تودي بحياته، لكن ينجو منها للمره الثانيه. المره الاولانيه كانت في الحرب العالميه الاولى، المره الثانيه في الانقلاب العسكري ده هتلر بينجو من الموت. وجيرينج يتصاب اصابات بالغه في جسمه كله، وإيكارت كان واقف مذهول. الراجل بقى كبر في السن بقى، هو مش فاهم ايه اللي بيحصل ومين مع مين، وواقف كده مذهول، وكلهم سابوه وجريوا. وبعدها يعني عشان نخلص موضوع إيكارت ده، بعدها يدخل المستشفى ويحتضر، و يعني المفروض هو كان يتضايق يعني من اسلوب تعامل هتلر معاه، لكن الراجل اشاد لهتلر وقعد يوصي الناس بوصايا انه امشوا ورا ده، هو ده المسيح المنتظر، هو ده اللي هينجيكوا. ولما هتلر كتب كتابه ماين كامف، كتب اهداء له انه هو ده مؤسس الرايخ الثالث. للأسف هو ما حضرش الرايخ الثالث، ولكن إيكارت هو زي ما احنا اتكلمنا بقى اللي حط الأفكار الأساسية لكل مواضيع بقى الحزب النازي والرايخ الثالث وما إلى ذلك. فإيكارت هنا في الوقت ده بيدخل مستشفى وبيموت. ومن رجال هتلر، جيرينج وهيس هيسافروا يهربوا على النمسا، وهيملر هيستخبى في بيت والدته، فمش هيتبقى غير هتلر ورام، هم دول اللي هيتسجنوا. وطبعا تم منع ووقف الحزب النازي ان هو يمارس اي عمل سياسي، معروفة طبعا، ومفروض بقى ان دي كانت النهاية ونخلص وناخد حاجتنا ونمشي. وهتلر طبعا هيتسجن مدى الحياة. يا جماعة عمل انقلاب الراجل، يعني عمل اعدام يا مؤبد، ما فيهاش هزار دي. انما مستر اكس هاز نو اند. في الازمة بقى الاقتصادية ودخول فرنسا وبلجيكا، امريكا جت قالت لهم ايه يا ولاد، حصل ايه، مالكم؟ الحب نداني، في ايه، احكولي، جابني ووداني. ففرنسا وبلجيكا قالوا لها المانيا مش بتدفع لنا تعويضات، والمانيا قالت لها يعني النظر والبصيره كويسه، يعني لو الواحد ربنا انا عليه بيهم هيكسب كتير يعني، فانا ما عنديش حاجه ادفع لهم، ادفع لهم منين يعني؟ اعقلوها كده. بما ان امريكا الام لازم تقف وتفصل ما بين الناس وتهدي الشعوب علشان السلام يا عم، جابت لهم واحد اسمه تشارلز داز، قالت له يا تشارلز اقعد مع اخواتك وشوفهم هم عايزين ايه وافصل ما بينهم، ومحدش يزعل من التاني لو سمحت. داس جه عمل خطة سنوية عمل فيها تخفيضات يعني وإدارة لأزمة التعويضات دي علشان الاقتصاد الألماني يشد حيله، وأمريكا سلفت ألمانيا 800 مليون مارك ذهب. يعني أنا هسلفك الفلوس اللي تدفع لي بيها التعويضات، وبعدين تدفع لي الفلوس اللي أنا سلفتك بيها علشان تدفع لي بيها التعويضات. أرنبنا في منور أنور وأرنب أنور في منورنا، سهلة يعني، مش عايزة، مش محتاجة تفكير اقتصادي ولا حاجة خالص ولا خبراء يعني. الخطة دي أنهت احتلال فرنسا وبلجيكا لألمانيا، فبالتالي أمريكا ادت لتشارلز داز ده جائزة نوبل للسلام سنة 1925. ستوا متخيلين يا جماعة، متخيلين ان لولا داز ده كان ممكن تقوم حرب عالمية تانية والعالم يخرب ويموت. Something in my heart told me I must have you. ده غير يعني ان خطة داس دي ما مشيتش قوي يعني، جات كده مشت الامور شويتين يعني، لكن سنة 28 لغوها، وفي واحد تاني اسمه يونج عملها، كانت اليونج بلان هي اللي كملت يعني. فخطة داس دي ما مشيتش قوي بصراحة يعني، لو بشتغل في اي حاجة تبع نوبل دي، لو شفت تشارلز داس ده في اي حتة همسك له مايك ومش هسيبه في حاله. على السيد تشارلز داس تسليم جائزة نوبل للسلام في اسرع وقت. تحسهم بيستعجلوا شوية في موضوع جائزة نوبل للسلام ده، زي بالظبط في 2019. ده بعيد يعني انه امريكا نفسها حصلت لها ازمه اقتصاديه سنه 29 اسمها الجريت ديبريشن، وفي ثلاثاء اسود وخميس اسود وسقوط الوول ستريت، والازمه الاقتصاديه اللي حصلت لامريكا دي وقعت اسواق عالميه تانية، وفي بلاد تانية اتاذت وراها طبعا، من ضمنها المانيا اللي هي كانت مسلفاها علشان تسلفهم يعني، الموضوع صعب قوي. فلا داس ولا يونج قدروا ان هما ينتشلوا امريكا من الازمه الاقتصاديه دي، وقعدت حوالي 10 سنين لحد سنه 39 في الازمه دي ما عرفتش تطلع منها بسهوله. فلولا امريكا الحقيقه مش عارفين نقول ايه يعني، كان ممكن تقوم حرب عالميه تانية اديتهم اللي هي الخطه اللي فشلت سنه 28 دي، غير هي نفسها تقع في ازمه اقتصاديه يعني. حد يجيب العبايه يا شيخ قطب، العبايه يا شيخ، راجل كفيف وتاخد معاك شيخ اعمى تنزل بيه البحر، راجل حرام عليك. خلاص يا كلب، هي دي كانت اول مره يعني ولا كانت اول مره اعمى؟ ولو رجعنا لهتلر، فطبيعي جدا جدا زي ما قلنا هياخد اعدام يا مؤبد، ما فيهاش هزار. انما هتلر عشان هو هتلر هيقف في المحكمه يترافع عن نفسه ويتكلم، فالناس هتسقف له في المحكمه، الناس هتسقف له في المحكمه،
والحكم هيتخفف له. مش عارفين دي دعوة ام ولا فن خطابة بزيادة ولا قطة بسبع ارواح، مش فاهمين يعني. لكن هو انعدام المنطق نفسه في انه الناس تقف تسقف لواحد مفروض ياخد اعدام. نفس لقطة بالظبط ينصر دينك يا استاذ خليفة كده، الناس وهي بتسقف يعني كانوا عمالين بيعيطوا بيدمعوا، طبعا كان عمال يتكلموا مع الوطنية والقومية والناس موجوعة اصلا، فالكلام وجعهم يعني، فطلع منها بعجوبة. هنكمل الاحداث ان شاء الله في الفيديو اللي جاي. لو عجبكم الفيديو تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب اليوتيوب شانل، عايزين نحب اليوتيوب شانل شوية عشان بيجيلنا تعليقات انه عدد السبسكرايبرز قليل، احنا محتاجين نحبها شوية، ولايك للفيسبوك بيج. هشوفكم الفيديو الجاي، تحياتي.